نعمل كبده اسكندراني. لحد دلوقتي في اختلاف كتير جدا جدا جدا، هي بتتعمل ببصل، لا بتحط لها ثوم بس، بتحط لها فلفل، بتحط لها طماطم. كل ده هنجاوب عليه النهارده ونشوف الكبده نضيع زفرتها ازاي. ومش شرط تجيبيها بلدي، في المستورد اللي هو البرازيلي بيبقى نضيفه كويس برده، في اللي هو السوداني بيبقى نضيفه كويس برده، بس اهم حاجه ان احنا نغسلها كويس. نغسلها ازاي يا نونا؟ واحنا قلنا ما نحطش عليها نقطه ميه. الكبده الاسكندراني او اي نوع كبده ما بيتحطش عليها نقطه ميه. لو اتحط عليها نقطه ميه زفرت، ضمنتي حتى لو انت سويتيها وحطيت لها سمنه بلدي وحطيت لها توابل، ريحه الزفره فيها هتبقى باينه، فده انا مش عايزاه. طيب بغسلها بايه؟ بصوا زي ما انتم شايفين كده، انا حطها في مصفى ما جبتش عليها نقطه ميه، وادي الغسيل بتاعها. عصير ليمون، مش عايزه اكتر من كده، عصير ليمون. والكبده تكون في مصفى عشان تنزل كل الزفره اللي فيها وكل اللي الدم اللي فيها من غير ما المسها بالميه. اهو ادي كده، بسم الله الرحمن الرحيم، كده اهو، واروح مقلبه كده عشان الليمون يدخل في كل حاجه فيها وكل قطعه فيها بالشكل ده. لونها بدا ان هو يفتح معانا، ما نحطش خل، ما نحطش خل. حد هيقول لي طب ممكن نحط بدل الليمون خل؟ لا، الخل هيهريها وهيفتحها زياده عن اللزوم. بصوا هي فتحت سنه بسيطه من الليمون وريحتها في منتهى الجمال. بصوا الدم اللي فيها اهو نازل في البوله بالشكل ده. انا كده غسلت الكبده كويس قوي، مطرح ايد الجزار بقى، مطرح نقلها، مطرح اي حاجه متعرضت لها، فانا كده ضامنه ان هي اتغسلت. عصير ليمون مش اكتر. طيب عندي ايه؟ بتقولي ايه؟ يلا بينا. مقاديرنا بقى تنزل دلوقتي على الشاشه، ومقادير سهله وبسيطه جدا، حاجات بسيطه ومش بكتر التوابل. وفي تابل ما ينفعش ان هو يتحط للكبده الاسكندراني، عشان هقول لكم بيعمل ايه وغلط ان هو يتحط. طيب مقاديرنا هتنزل على الشاشه دلوقتي، مقاديري بتقول ان انا معايا ايه في عمايل الكبده الاسكندراني. كيلو كبده عصافيري، هنغسل الكبده بايه؟ بعصير ليمون، عصير ليمونتين ثلاثه كبار كده اهوت على حسب كميه الكبده، ونحطها عليهم ونقلبها بالشكل ده، وتحتيها مصفى علشان تنزل كل اللي فيها. طيب التتبيله بتاعتنا عباره عن ايه؟ فلفل حامي احمر واخضر زي ما انتم شايفين كده متقطع شرايح رفيعه، معايا راس توم مفرومه، الكبده الاسكندراني حبيبها الفلفل والتوم، اكتر من كده مفيش، زيت وكمون وكزبره ناشفه وملح. زيت علشان يسخن معانا اهو، انا مسخنه الطاسه قوي، مش عايزه حبه زيت كتار، لا عايزه حبه قليلين، لاني هشيل الكبده وارجع احط حبه زيت تانيين. زيت وكمون وكزبره ناشفه وملح، مفيش فلفل اسود. اوعوا تحطوا على الكبده الاسكندراني او اي نوع كبده فلفل اسود. ليه؟ بيسودها ويخليها لونها مكتوم وغامقه. بيسودها ويخليها لونها مكتوم وغامقه. لكن انا بحط بتبل بايه؟ عشان ريحه الكبده بتاعتي كده تجيب اخر الدنيا، ملح وكمون وبس، وشويه الكزبره الناشفه علشان تديني تيست اعلى. طيب انا بعمل ايه؟ هنصلي على النبي كده في قلبنا عليه افضل الصلاه والسلام، ونسمي بالله واحنا بنشتغل. حطيت طاسه على النار، سخنتها قوي، ورحت حاطه فيها شويه زيت. علشان هعمل ايه؟ بسم الله، علشان هدي الكبده بتاعتنا صدمه من قبل اي حاجه خالص. بسم الله الرحمن الرحيم، بص الليمون اللي ينزل منها من الزفاره. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. سامعين الصوت ده؟ هو ده الصوت اللي انا عايزه اسمعه اول ما تنزل الكبد. بص مجرد ما نزلت بدأت ان هي يتغير اللون بتاعها. اوعوا تكون النار هاديه او واطيه، لازم النار تكون عاليه، ولازم الطاسه تكون سخنه قوي. ليه؟ علشان لو كنا حطينا الكبده وهي النار هاديه او واطيه والطاسه مش سخنه وما خدتش الصدمه دي، هتلاقوها بكت ميه. وانا مش عايزاها تبك ميه، انا عايزاها تتشعوط مره واحده، الكبده ما بتاخدش وقت في التسويه، فده اللي انا عايزاه. بصوا يتغير اللون بتاعها، وهبدا اشيلها او اجيب طاسه ثانيه. عايزه تعملي في نفس الطاسه ماشي، مش عايزه تعملي في نفس الطاسه نشتغل في طاسه تانيه ما فيهاش مشكله. طاسه تانيه اهي عشان وقتنا. هسيبها تسخن ليه؟ علشان ادي فيها صدمه للفلفل والثوم والكزبره، وبعد كده انزل عليها بالكبده. طيب نونا لو انا مش عايزه مثلا اعمل كذا طاسه وعايزه اعمل مواعين والكلام ده كله، ما فيهاش اي مشكله، بعد الكبده ما تاخد الصدمه بتاعتها ويتغير لونها، اروح مفضياها في بوله، واروح في نفس الطاسه حبه زيت
واروح مديه الفلفل والثوم تشويحه مع الكزبره والملح والكمون، وبعد كده ارجع عليهم الكبده تاني. لكن علشان وقت حلقتنا، بصوا لونها، بصوا اتشمعت ازاي ريحتها، من غير حتى من غير اي توابل ومن غير اي حاجه زي الفل، صح يا محمد؟ ريحتها هايله، ريحه الليمون مديتي استعالي، ما فيهاش زفاره، ريحتها حلوه قوي، لسه ما حطيناهاش ولا فلفل ولا ثوم ولا الكلام ده كله. بس ممكن مع كده لو انتوا ما بتحبوش الفلفل الحامي وعايزين مثلا تحطوا فلفل رومي ما فيهاش اي مشكله، عايزين تاكلوها كده بملح وكمون بس برضو ما فيهاش اي مشكله. في ناس كتير عندها مشكله في معدتها من الثوم، ناس عندها مشكله في معدتها من الفلفل، فممكن ان احنا بنفس ده كده تبدا تستوي معانا رشه ملح وكمون ورشه كزبره ناشفه هتطلع معانا زي الفل. طيب وهي كده على ما تبدا تنزل بقى السوائل بتاعتها وتبدا ان هي تستوي، عندي الناحيه الثانيه طاسه احط عليها حبه زيت، بسم الله، ولازم برضو تسخن قوي علشان اما انزل فيها الثوم والفلفل تدي الشكشكه بتاعتها اللي هي الصدمه على طول، ما بتبداش برضو تنزل ميه، لان احنا عارفين الفلفل بينزل ميه، فاحنا عايزين النار بتاعته تبقى عاليه بالشكل ده كده. لسه شويه عشان تسخن. بصوا شكل الكبده ما شاء الله عليها بالشكل ده كده. طيب بصوا بقى، هو انا يا نونا لما احط الثوم والكزبره هروح ماسكه الكبده على طول حطها عليها؟ لا، انا عايزه اصفي من الكبده من كل السوائل اللي نزلت دي، شايفين كل ده انا عايزه انزله، عايزه اصفي الكبده منها. الكبده زي ما هي، قلت لكم الميزه في حته ان انا اديها صدمه في طاسه لوحدها ان هي هتتصفى، انا مش هفضيها وبس، لا انا عايزه كل السوائل اللي نزلت دي اهي. بصوا شايفين السوائل نزلت مع ان النار عاليه، تمام، لكن دي كلها نزلت من تسويه الكبده بالشكل ده كده. هي كده لونها اتغير خلاص، انا مش عايزه اسوي اكتر من كده، عايزاها تاخد تسويتها مع الفلفل، فالمفروض ان كل ده هيتصفى. هروح عامله كده، بسم الله الرحمن الرحيم بالشكل ده، اصفيها خالص من الميه علشان انا مش محتاجه الميه دي. ده كمان هيديني زي ايه، ان انا اكون متاكده اكتر ان هي ما فيهاش زفاره، يعني انا متاكده ان هي ما فيهاش زفاره من الليمون اللي انا حطيته، لكن لما اصفي كمان الميه دي يبقى انا كده اتاكدت اكتر كمان ان هي ما فيهاش ريحه زفاره خالص. كده الفلفل مع الثوم، عندي كزبره ناشفه حبه حلوين كده، عندي كمون حبه حلوين برده، وملح اكتر من كده مش عايزه، ما بحطش فلفل اسود خالص، اوعوا تحطوا فلفل اسود، ليه؟ الفلفل الاسود هيغمقها يسودها، ولو سبتيها شويه مثلا فضل منك حبه وعايزه تاكليها مثلا اخر اليوم، او فضل منك شويه وعايزه تاكليهم تاني يوم هتلاقيها اسودت وغمقت، انت نفسك هتبقي متضايقه من شكلها، فما نحطش خالص فلفل اسود، هو يا دوب كمون وملح وكزبره. كده بقى اروح ايه واخده الكبده اللي احنا صفيناها، بسم الله الرحمن الرحيم، وانزلها على الحلويات دي كلها. اكتر من كده مش عايز، تتشوح شويه كله ياخد من بعضه، من الثوم والكزبره والكمون وتطعيمه الفلفل، بقى عندنا احلى كبده اسكندراني وانضف كبده طبعا ممكن تاكلوها في البيت بالشكل ده كده. هسيبها بقى شويه على النار، هتتحط على النار قد ايه؟ مش هتكمل 10 دقايق. وخلوا بالكم من حاجه كويسه قوي، الكبده كل ما قعدت على النار كل ما شدت، كل ما قعدت على النار كل ما شدت. يعني ايه شدت؟ يعني تيجوا تاكلوها تلاقوها ناشفه، مش طريه، ما فيهاش الطراوه الحلوه اللي احنا بنحبها دي. فيا دوب انا مش هكمل كمان 10 دقايق، يا دوب اهي كده خلاص، نطلع فاصل ونرجع نقدمها بقى. عايزين عيش بلدي، عايزين عيش فينو، عايزين تقدموها كده في طبق، مش عايزين تعملوها سندوتشات، مع حبه سلطه الطحينه والجرجير، هتبقى في منتهى الجمال. وصحتين وعافيه على البكره.